حكم الهوى وتفرقوا الحلوين، حكم الهوى وشرت غيم تشرين، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين. لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين، لو ما الهوى ما بيفرح الحزين، لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين، لو ما الهوى ما بيفرح الحزين، لو ما قادر يداوينا ويترك جرح فينا ويحكم علينا نحب ويسرق أمالينا، قادر يداوينا ويترك جرح فينا ويحكم علينا I'm
الله. هلو. هلو. يا سلام، شو عم تشرب؟ زهورات. يا سلام، زنجونة وينها؟ ما أجل، بتكون ما خصي بتركيها مبسوطة. تعرفي ما في أحلى من الحب بالدنيا كلها. الحب تبعك انتي وينه؟ أنا الحب تبعي إن شاء الله بيقبر قلبي، هلأ وصلني كنا نتعشى سوا. إيه؟ نيالكم. وين رايحة؟ بدي أكمل اللوحة. رسمتي لوحة جديدة؟ أي طبعاً، قرب المعرض، ما عاد في مزاح. والله أنتِ يلي نيالك، أنا ما عندي وقت إطلاقاً أرسم. والله يا حبيبتي أنتِ عندك خطيب يلهيكي، أنا ما عندي حدا يلهيني. لو سمحتي شوي. الله كريم، بكرة بيصير عندك خطيب. هاتي لشوف شو رسمتي. تعي. واو، مو معقول انت يا بنت، مو طبيعي قديش عندك قدرة تتخيلي اشكال بنات حلوين. بتعرفي كل ما برسم وش حلو بتخيل لو انه الله بعت لي اياه، بتخيل ساعتها قديش بدها تكون الحياة حلوة. صدقيني جوري، جمال الحياة مو مرتبط بجمال الشخص ابدا. يا ما في بنات حلوين ما لهم حظ بهالدنيا ابدا. الجمال جمال النفس. والله يا عزيزتي هذا الحكي اسمه علاك وتنظير، لانه لو مانو هيك ما كنتي بتوقفي كل يوم ساعتين قدام المرايه قبل ما تنزلي على الشارع وتواجهي الحياه، ما كنتي انخطبتي وحبيتي وكنتي سعيده بعلاقتك مع حسام. بس انا ما عم نظر. امبلا امبلا عم نظري. طيب مثل ما بدك، انا رايحة اغير ثيابي. يا ريت. بس ويني؟ سلمي لي على الصبايا كلياتهم وخاصة على اختي جوري امانة. بيوصل، بدك شي تاني؟ عالبيت فورا ها؟ ساعتك زعلانة؟ خلاص اجت زنزون. شو ارقص يعني؟ هاي يا حلوين. اهلين بالحلوه. سمعتي الحكي لإلك؟ جاوبي. شوفي ليه زعلانين؟ مو زعلانين، مو زعلانين. هي اللوحه جديده؟ اي يا عمي نيالك، عندك وقت ترسمي وتعملي لنا معارض حلوه. حبيبتي انتو عندكم الخطيب كل وحدة يلهيها، أنا ما عندي حدا يلهيني. بس سمعتيها شو قالت لي؟ أنا ما حكيت. أنتِ بتقولي نيالكم مخطوبين ونحن منقلك نيالك عم تنتجي أشياء حلوة. يعني كل حدا فينا عنده شغلات حلوة بالحياة، بس العبرة بإنتاج هذا الجمال. والله يا حبيبتي إذا العبرة بالإنتاج فأنتوا الربحانين. مو صح. انتو رح تعيشوا حياة اجتماعية طبيعية، رح يكون عندكم بيت وزوج، يعني حياتكم رح تكون شرعية. أما أنا بنتج بس مصاري. مصاري واسم وشهرة، أما نحنا حنفوت بتفاصيل الحياة والمسؤوليات والبيت والزوج والولاد، وانتي يلي حيبقى اسمك وبصمتك قدام الناس. أوكي أوكي. بعدين حشت نقي يا بنت، لك بكفي انك تخرجتي من دون ما توقفي ولا سنه، بس انا ونسرين صار عمرنا 26 سنه ولهلا ما تخرجنا. لك يا عيني انتوا وياها ما تخرجتوا لانكم عشقانين وبدكم تظبطوا علاقتكم مع الشباب اللي حبيتوهم، ومش الحال، انا ما عندي حدا يعطلني.
وهلا انت صرتي عم بتدرسينا بالكليه، علما انه انت ما بتزيدينا غير باربع سنين، يعني ما بينحكى فيهم. ايه انا جوعانه، حدا بده ياكل معي؟ انا بصراحه اكلت مع مصطفى. وانا اكلت مع حسام. لك الصراحه عن جد الله يعينه، والله ما اكون محل لجن. معك حق، انا عايمه غير ثيابي وانا رايحه على العشاء. معقول تتضايق منا جوري بما انه جايين معنا؟ خير ان شاء الله، وليش لا تتضايق حبيبتي؟ البيت مو لها لحالها، واذا على الدفه نحن عم ندفع اكثر منها بمرتين، فمو حقها تتضايق. بنوب زينه، انا مو هيك قصدي، يعني انا قصدي انه هي كل ما عم بتزيد سنه كل ما عم بتزيد حساسيتها زياده علينا، فانا ما عم بعرف اتعامل معها. طيب ونحن شو فينا نعمل لها؟ خلص خليها تعمل عمليات تجميل بكره لما تبيع لوحاتها تبع المعرض. يعني برايك المصاري اللي بتبيع فيها اللوحات بتخليها تعمل كل عمليات التجميل اللازمه لها؟ ما انت اكثر حدا بيعرف قديش بتكلف عمليات التجميل. ونحن شو ذنبنا؟ بتتحملنا هالشهر لنتجوز ونطلع من هالبيت بقى؟ زينه، نحنا يلي لازم نتحملها ونراعي شعورها هالشهر مو هي؟ معك حق. يلا هلا منحاول نساوي جو بسط وضحك، وما كتير منحكي قدامها عن الغزل والعرس والزواج وهالمواضيع، أكتر من هيك ما فينا نعمل. شربي. خلص اجوا الشباب. شو جبتوا لنا معكم؟ مشاوي وتبولة بس؟ وين البيرة؟ أنا ما قلت لك بدي بيرة. إيه؟ يا على العسل، هلا بس أوصل على البيرة. يلا ما بتلعب يا علي. يلا والله طولنا غنية. يلا تكرمي. ها؟ عشتقت لي حسامة؟ عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن. يلا مرحبا يا عزيز. هاي مرحبا. يلا شوري كلنا جوعانين. يلا حبيبي انا اسمحوا لي القي نظره على اختراع اليوم. يلا انت خلصتيها؟ حلوه عجبتك؟ بتطير العقل. سلم اليدين. ايديك عن جد شكرا. بالفول. يلا تفضل. يلا اخي براد تفضل. علي حلال جايبكم لقفة الدين تاخذوا صبيعكم ورا. هذا شو؟ الله عليك. ليش سايبنا؟ شو؟ انا ما بشوف. والله عظيم. يلا لا تفوتوا شوفي انا جوعانة كثير. فوتي 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 عم بزعم. عم تشرشر. هو اللي بطنه قاتله ودائما بيهتم بالاكل. عن جد حط الاكل كلياته قدامه. لا الله يسامحك، شو بدك بيره؟ كل شيء. صبي لها بيره. حبيبي جوري ما بتشرب بيره. لا انا بشرب كولا. نسرين؟ شو؟ قال كنتي عم تنقي فستان العرس. ايه؟ ليش؟ امتى؟ 27 الشهر. يعني بعد أقل من شهر. هو زينة ومصطفى إمتى؟ إحنا بعدهم بأسبوع. عقبالك جوري. أي يلا بقى فريدية، بدي تحضري لنا هيك فساتين حلوة لحتى تحضري أعراسنا، ما هيك؟ إن شاء الله. شو بك جوري؟ ما في شيء. عشرة عمر. أربع سنين رح يخلصوا فجأة. أنا بعرف إنه أنتوا رح تتجوزوا الله يهنيكم، بس أنا تفاجأت بالوقت، يعني ما فكرتوا قريب هالقد. بس إيه بلا خلاصتك، نحن بنعرف إنه مو مصدقة على الله إمتى تخلصي منها، مشان ترسمي براحتك. خلصنا بقى. صحيح، أنتوا الثلاثة ليش ما بتعملوا معرض واحد؟ يعني أنتوا الثلاثة تعملوا معرض واحد، مو أربحتكم أرخصتكم؟ ليك هلا هي فكرة فظيعة. ما عم تنفتح. هي فكرة فظيعة، بس يعني حضرتكم بتخلونا نشتغل لحتى يكون عنا رسومات جاهزة لحطها بالمعرض؟ شوفي الله يرضى عليكي. ها
إذا حسام مو مظبط لك أمورك أنا مظبط لك. أنا زي ما بقدر الفن فوق ما بخليك. حسيت لي إنه الفن بجيب عمله، بجيب مصاري. الليلة، الليلة المرسم اللي سلخت لك إياه بمشروع دمار. شو مرسم بشهي؟ صحيح أو ما بعد حقه كله. من عرق جبينه. حبيبي أنا تارك الموضوع اللي بعد ما نتجوز، بفضى هيك لرسوماتي ومعارضي على رواق. إيه منيح الحمد لله. أختي، هلا أنت إمتى معرضي؟ بعشرين الشهر. كثير منيح. هيك بنخلص شهر العسل بنجي بنحضره. زينة، صبي لك الرسم. مو على بني ما بتشربي. صبي لي. خلص رح صب لك، هاتي هاتي لا تزعلي. ها؟ على حب النبي الحكي. يعطيكي العافية. أهلين حبيبتي، تفضلي. شو حاسة حسابي بالمدة؟ تكرم عينك يا منزيل. هاي الكاسة إلك، أنا شربانة. يعطيك العافية أبو جواد. أهلين أهلين أم نزيه، كيف أبو نزيه والولاد؟ والله كلهم بنعمة بدهم بسلامتك. الله يسلمك ويسلمه. شو وينه جواد؟ يعني مالي شايفته؟ عنده شغل هيك بالأرض شوي وراجع. إيه الله يقويه ويعطيه العافية. الله يعافيك. وجوري يمكن يعني إلها شي ثلاث شهور ما أجت على الضيعة. جوري عندها معرض وعم ترسم هلا، عم تحضر حالها مشان المعرض. أيوه. إي. وليش ما تجي ترسم هون؟ يعني مو أحسن بلا مؤاخذة إلكن أقولها؟ اختي منزيه شو بدها تيجي تساوي هون؟ يعني ما بعرف شو عم تحكي حضرتك. بدها تيجي تعمل معرض مثلا عنا يعني بالضيعه؟ وليش لا؟ مو هون بالضيعه كل منظر احلى من الثاني، مش شو بيشكي؟ ومين بده يشتري لوحاتها مثلا؟ يعني ابو عبد النجار ولا ابو محمود بياع الحليب؟ والله ما بعرف يا ام جواد، انا كل قصدي انه هون بركي بيجي يا ابن الحلال تتجوز تخلف له شقفه ولا هون وهني، كله نصيب منزيه، كله نصيب. اي ما تواخذني بهالكلمة ابو جواد، هنيك ما راح تلاقي حدا يتطلع فيها. انا بنتي ما تلاقي حدا يتطلع فيها؟ ليش عم تحكي هيك يا ام نزيه؟ معقول هالحكي؟ يعني بنتي فراشة، انا شايفت احلى وحدة بالدنيا، بعدين بنتي مثقفة وفهمانة وفنانة وبتاخذ مصاري هالقد، صح ولا لا يا ابو جواد؟ شو هالحكي يا ام نزيه؟ ما حبيتها منك. انا ما قصدي هيك، قصدي هون في ولاد حلال، في قرايبينا، يعني بضل غير. وهنيك كمان في ولادين حلال كتير كتير، مو شوي أكتر من هون. ولما الله بده يبعث النصيب يا ست أم نزيه، ما في شي بوقف بوجهه، ولا شو يا أبو جواد؟ ما حدا بيوقف بوجه ابنه. إيه الله يبعث لابن الحلال لكانوا تفرحوا فيها. اتفضلي اشربي مكتي. مين عم تحكي؟ يعني مع مين بدي أحكي؟ مع مصطفى. وانتي؟ أنا عم بكتب خواطر لحسام على فيسبوك. والله صار شعرة ما بيك شي. وحياتك من يوم ما حبيته. يا ستي تهنى. ألو. هاي رايحة بهلا؟ بدي أتمشى شوي. هلا؟ حتصير الساعة 10 شبه. إيه هلا لا يا خلاقي. طيب ليكي جيبي لنا أكلات طيبة معك، ها لا تنسينا. زينة. لوين بدكم رايحة؟ معقولة تكون عشقت لها شي حدا من ورانا ورايحة تشوفها؟ لا تخافي، هيك حدث بتيجي بتطجنا يا طج وبتخبرنا فورا انه انا في حدا عشقاني. والله يا حبيبتي بدك يكون هو اللي عشقانه مو هي اللي عشقانته. ما فهمت. واضحة. بجوز حبت لها شي حدا من طرف واحد ورايحة تشوفه. هاد الشي الأصعب. لك لا لا حرام ولو. إن شاء الله ما توقع هالوقعة. يا ستي وحتى لو هيك خليها تتسلى وتعيش شعور حلو. دخيلك شو فيها هالدنيا. وانت مين قالك انه هي بهي الطريقة بتتسلى؟ حبيبتي بتتسلى لما بيكون الحب من طرفين، مو من طرف واحد تقعد تنجرح ويصير معها عقدة نفسية أخرى. بيني وبينك الله يعينها ويساعدها، والله ما أكون محلها لطق. زينة تخيلي حالك محلها شو بتعملي؟ يمكن كنت انتحرت وخلصت. ليكي ليكي فات مصطفى سكتي. عيشي بهالنعمة. اشتري وردة يلا اشتري وردة. شكراً اشتري وردة يلا.
حبيبي اشتري لي وردة. اشتري لي وردة هالصبية حلوة، اشتري وردة. إذا رح تفرحك أكيد رح أشتري لك إياها. معقول حبيبي؟ منك وما تفرحني؟ طيب نقي لي وردة أنت. نقي لأنك نقيت الصبية الحلوة. ليك ماني قليل كمان. طيب أعطيني هاي الوردة. تفضل. يسلموا. بدي حقها هي؟ 100. كم تأخرت جوري؟ هلا بتجي. طيب دقيقة. لا يستر على عرضك، هلا بتنرفز. هلا بتجي. لا عن جد انت غليظة، دقيقة عم قلك. لك خلصينا بقى، عم قلك هلا بتجي. وين بدها تروح يعني؟ ها؟ أهلين جوري. كل هدول بدك يانا نسمع؟ خذي هدول لإلي. ما بدي. ما بدي؟ ليه؟ بدي أرجيلة. أرجيلة؟ إيه. بس أنتي ما بتحبيها. حابة أتغير. إيه ها؟ وأخيراً؟ وبعد فترة بدي أصير أشتري بواكيت دخان ودخان. شو بكي جوري؟ شو صاير معك؟ يعني دخان وأرجيلة وبيرة. إيه مو ناقص غير تصاحبي. صاحي؟ إيه ممكن، ليش لا؟ يعني فكرة ما أنا بطالة. لا لا هيك في شيء مو طبيعي. معقولة هالساعتين اللي نزلتيهم على الشارع قلبوكي 180 درجة؟ قصدك المرحلتين. شو يعني؟ يعني أنا عشت حياة الطفولة وما حدا حبني، عشت حياة الجامعة كمان ما حدا حبني ولا حدا رح يحبني. مشان هيك أنا غيرت كل استراتيجيتي وخططي وتكتيكاتي. شوفي، البيرة والأرجيلة والدخان تكتيك، بس الهدف لوين؟ انتقام. انتقام؟ ايه. من مين؟ من كل شيء، من شكلي، من هالزمن، من القدر، من كل بنت حلوة، من الشباب، من كل شيء عايش على وجه الأرض. قومي اعملي لي أرجيلة. يلا هانت اقل من شهر منتجوز ومنروح ومنرتاح بقى من هالجو المعد. ولك انت مين قالك انه بهذا الشهر ممكن ما يصير شيء؟ شيء مثل شو؟ زينة، معقول تقتلنا؟ معقول تشوهنا؟ لك مجنونة انت، شو هالحكي هذا؟ عيب اصلا تحكي هيك. انت مو شايفة نظرات الحقد يلي بعيونها؟ مو شايفتيها بتعصب علينا على أتفه أسباب؟ ليه؟ هي هيك طبيعة عصبية. بس لا لا ماما ما بتوصل معها لهون. شبك؟ يعني ليكي زينة، أنا من يوم ورايح رح أطلع برات البيت من أول ما فيه لحتى بدي نام. قومي قومي لحبيبي، قومي لك قومي. يا حبيبي ما فيني شي، ما فيني شي، بس اجى عبالي اسمع صوتك مشان ارتاح. لا يا قلبي لا، مو ناقصني شي ابدا. ليك سلم على بابا وماما وقول لهم اني اشتقت لهم كثير وبحبكم كثير. باي. مساء الخير. مساء النور. اهلين. بتسلم عليكم اختي، كنت عم بحكي معها هلا. طمني كيفها؟ الحمد لله منيحه، عم تحضر المعرض تبعها. ايه الحمد لله. لك ابني هلا اختك باعتبار يعني انتم بتسروا لبعض ودائما بتحكوا مع بعض، ما يعني سرت لك هيك انه في شيء عريس معجب هيك شيء؟ لا لا ابدا، ما حكيت معك بالموضوع. لشيء لما حكيت لكم بشيء؟
لا والله يا ابني هي ما لمحت، بس يعني هون كل العالم بتضيع بلشت تلت وتعجن. ايه مشو شبك امي ليش هيك عصبت؟ وشو عم يحكوا العالم؟ عم يحكوا قال انه اختك ما رح حدا يرضى يتجوزها. ومين اللي عم يحكي هيك؟ ام نزيه. هلا ام نزيه صارت كل العالم؟ ودخلك شو عم تحكي هي ام نزيه؟ قال شو عم تقلي؟ طالما اختك جوري ساكنه بالشام ما حدا رح يرضى يطلع فيها، قالوا لازم نجيبها لعنا على الضيعه لهون ترسم مشان يجيها نصيبها. اسمع لك هالسمعه والله. هلا هي هي كل القصه؟ لا تكون ام نزيه اكله همها لاختي ولا عم تدفع لها ايجار بيتها. ايه بس انا ما سكتت لها حبيبي، طجيتك الكلمه هالقد اكبر من راسها. هنن اساسا عم يحكوا هيك لانهم غيرانين منها، لانه مو قدرانين اولادهم يطلعوا مثلها. معك حق. هي لانه فنانه ومثقفه وسمعتها مثل المسك. ايه والله، سمعتها فعلا مثل المسك، وبنتي احلى بنت بالعالم كلياتها. بونجورك يا حلوه. بونجورك. شو عم ترسمي لوحه جديده؟ هي اخر لوحه بمعرضي. يا عمي نيالك عندك وقت ترسمي وتعملي معارض. شو هاي اللي بايدك انت؟ شو مشانك وين رايحه؟ يا ستي هي لوحتي تبع وردات عباد الشمس، ما عرفتيها؟ ايه يا ستي. ما رح تصدقي هالصدفه الغريبه اللي صارت معي امبارح. امبارح المساء وانا فاتحه فيس عم بحكي مع مصطفى بتجيني دعوه صداقه من زلمه باينته كبير بالعمر من بيروت. والله ببعث لي مسج بيقول لي ارجوك يقبليني وما بعرف شو، قام قبلته بفوت معي بدردشه، بلشت بشكرا واحذري بشو انتهت. عجزت بطلب شراء اللوحه. العمر. هو شو عرفه انه الك؟ شافني حاطه على بروفايلي اني فنانه تشكيليه، وبعدين الصوره لما بتفتحيها كامله في عليها اسمي وتوقيعي، وبتعرفيني انا ما بوقع غير باسمي. قام قرر يشتري اللوحه. هو مش عم يعمل بالشام؟ يا ستي هو رجل اعمال وعنده شركات بين بيروت والشام، بس باينته شخص كتير مهم. ايوه. وانتي يا شاطره رايحه تشوفي لحالك؟ بلكي كان عم يطبقك. شلون لحالي؟ شايفتيني جد بالك ومصطفى ناطرني تحت. ناطرك تحت وصار لك ساعه عم تلعي؟ روحي لعنده. روحي. يلا باي باي. زينه 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 زينه. نعم. بتقولي له رفيقتي ساكنه معي بالبيت وعندها لوحات بيطيروا العقل. ماشي. لا تخافي مالي نسيانتك، ارتاحي. باي باي. حسام عنده شغل، أنا شو بدي أعمل؟ لك والله العظيم خايفة، بركي هي عملت لي شيء مجنونة، يعني بركي قتلتني بالسكين. لك لا لا مو معقول. والله جوري طيبة. طيبة؟ امبارح كانت نظراتها بتخوف وهي عم تحكي عن الانتقام. لك يا ربي، هلا أنا بدي ضل محبوسة. طب بدي أشرب قهوة، بدي أتحرك. صباح الخير. صباح النور. نسرين شبكي صاير معك شيء؟ انا ايه؟ ابدا. لكن ليش متوتره وخايفه؟ ابدا. يي طيب تشربي قهوه؟ لا. ايه
لا، أول شيء رح فوت على الحمام وفرش أسناني وغسل وشي، بعدين نشرب قهوة. لا، أنت فوتي اعملي كل هدول، أنا فوت بعمل قهوة. لا 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 أبدا، بعمل القهوة بعدين فوت بعمل هدول الشغلات. اصطفلي، أنا كمان بدي دللك. أنا بدللك. دلليني. مرحبا. يا أهلا. كيفك؟ يا أهلا. زينة. إيه أهلا ولو. مرحبا. مرحبا. هلا. أبو باشمع. الله رأس تشرفنا. خطيبي. أهلا أهلا. تفضلوا. شكرا. شو بتحبوا تشربوا؟ أنا كمون والله. اثنين قهوة وسط. لو سمحت. اثنين وسط وواحد بلا سكر. الحقيقة أنا اللي لفت نظري على الفيسبوك هو البروفايل تبعك اللي هي اللوحة. بتحب تشوفها شخصي؟ طبعا. بسم الله. شوي 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 شوي. تفضل. يعني حاولت قدر الإمكان إنه هيك تكون الألوان متناسقة وتكون هيك هادية معه. ما بحب كثير الدوجة. حلوة كثير كثير. شكرا، هاد من ذوقك. طيب تفضلوا نشرب قهوة. ممكن هيك شوي شوفها عن قريب؟ ايه بتصيرها. قال شو؟ قال بدها تعمل لي قهوة مفكرة حالها أذكى مني. بتقول لك بغلي لها القهوة وبحط لها فيها سم وهيك بتقتلني وبتنتقم مني لأني حلوة ومخطوبة. لا حبيبتي ست جوري، انت مانك قدي، ما حذرتي. يا الله هلا بدك انت. وانتي عم ترسمي؟ قلت لحالي بدي عطلك، كون شربتي القهوة تكوني خلصتي. نسرين تعي لهون. لوين؟ لهون. لوين؟ لهون. شاطرة؟ كمان شوي؟ يلا نسرين رح تصلي اليوم. ولك شبكي شبكي من امبارح وضعك مو عاجبني. انت زعلانه مني بشي؟ ابدا ابدا. طيب ما في مشكله، فوتي بدلي اوعيكي وحطي مكياج وطلعي لنا ظريفه مثل العاده، لانه انا عازمتك على دقيلي. هلا بنحكي مع زينه وبتخليها تلحقنا على المحل. اوكي؟ عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد. نسرين شبكي بزعل منك؟ ها بسم الله على قلبك، ليكي علبة مكي جوا، فوتي هيك عملي لك طرشتين ثلاثة لأنه صرتي مثل الليمونة. أوعى الباب. شو قال لك المخرفش هاد؟ بصراحة هي مو براءة اختراع لإلي، بس فيك تقول اني انا متاثره بالفنان العالمي فان جوغ يلي رسم كثير زهره عباد الشمس، فحبيت اعمل شيء من وحيه. هي زهره عباد الشمس رمز للوفاء والجمال والاحترام. اكيد. حضرتك ليش بتحبها؟ انا قصتي قصه، اذا معكم وقت بحكي لكم اياها. تفضل. انا كنت متزوج وكان عندي بنت صغيره اسمها بسمة، كانت حلوة كثير، كانت البسمة ما تفارق وجهها. ومرة كانت عم بيت جدة وشافت زهرة عباد الشمس فتأثرت فيها ورسمتها، رسمتها بطريقة بتاخد العقل. هلا طبعا هيدا الشيء لفت لي نظري، فصرت جيب لها أساتذة شاطرين كثير وعطيوها أصول الرسم وشو لازم تعمل وكيف لازم تحسن بموهبتها، لحد ما وصلت انه ترسم لوحات بتاخد العقل. واكثر شيء كانت ترسم وجوه مبتسمه.
هلا لما صارت 12 سنة كانت عم تسبح مع أمها بالبحر واختفوا. اختفوا؟ بلعوا من البحر. يعني غرقوا؟ غرقوا. لا إله إلا الله. الله يرحمه ويحسن إليهم. تعيش وتترحم. هلا من وقتها أنا عايش على ذكراهم. طيب وما تجوزت بعدها؟ أبدا. صحيح على سيرة الوجوه المبتسمة، في عندي رفيقة ساكنة معي بنفس البيت اسمها جوري، وهي فنانة تشكيلية ما بترسم غير وجوه الإناث الجميلة والمبتسمة. والله معرفين عليها. عفوا مش قصدي، إنه بلكي بشوف لوحاتها وبشتري منهم شيء. اسمها جوري الخطيب. هلا هي معرضها بعد فترة قصيرة، فما بتوقع إنه تبيع أي لوحة قبل المعرض. معها. طيب يا ريت تخبروني وقت المعرض. أكيد. طيب لحتى ما ياخذ من وقتكم أكثر، شو رأيكم نحكي بثمن اللوحة؟ يعني شوف أخي، بنور الله إن شاء الله، إن شاء الله ما بنغب لك. يعني هي الله وكيلك متعذبة كثير بهي اللوحة. ليك إيديها شو صار فيهم؟ علي حلال تعبت بلاوي. تأخرت زينامون كأنهم تأخروا مع هذا الزلمة. طب دقي لها. أسفة كتير، وحداتي رح يخلصوا من وراها كل شوي. يلا يلا قالي على دقي لها أنت. طيب الأرجيلة لك منيحة دخني عم تطلع من التم، عملت اللي بدي إياه يعني مبسوطة. هلا قصدي شكرا على العزيمة، إن شاء الله تبين معك. ها ست زينة ساعة على نطوصة. هيا أمرا. أهلا أهلا. باركولي باركولي أو بالأحرى باركولنا. نعم. شوفي يا ستي، بعت اللوحة بميتين ألف ليرة. واو. شو ها؟ 200,000؟ أنتي؟ أي والله. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيكي. هاتي لشوف بقى، حكي لنا بالتفصيل المبل شو صار معك. ما حزرتي لا أنتي ولا هي، اطلبوا لي أرجيلة وعصير بالأول. إيه تبتأمري ست زينة. لو سمحت وحدة ثالثة. وينك؟ الحساب عند الدموزيل. مو على راسي. هاتي بقى لشو. هاتي يا ستي، فيكم تقولوا فتحت لنا طاقة الفرج كمان. نعم نعم. منظر منظر وحده مجرمه لك، خلص بقى حرام عليكي. زينة الله يوفقك، مره وحده بهالعمر صدقيني والله العظيم انا خايفه منها. انا عن جد خايفه لك. خلص بقى خلص، طلعي من الحاله اللي انت عايشه فيها. شبك اكيد حكيت هيك وكانت معصبه، بس لك هي اليوم قديش كانت حدا رايق وظريف. لا ويا ستي لما عرفت انك زعلانه ما هان عليها وعزمتك على فنجان قهوه لك، وبعدين وحده فنانه وعندها الحس العالي وهالموهبه صدقيني ما بتقدر تاذي نمله.
طيب زينة ما اختلفنا، الله يوفقك، مو انتي رفيقتي، تعالي نامي عندي بس اليوم، مو انتي بتحبيني كثير؟ بحبك كثير بس هلا ماني فاضية، ليك تحكي مع ماما. مصطفى تركي لي مصطفى بحاله هلا، خلص بعد شوي بيجي، خلصيني بقى. لك خلص جاية جاية. ست فيروز عندها أغاني بتشل بتعل بتجنن، يعني أنا ماني عارفاني ليش وقف الزمن عندك بهالأغنية. بتعرفي إنه الحيطان ضجرت منك، بس هي مستحية تقول مثل ما نحن مستحيين نقول. ليكك قلتيها بلا مستحى. إيه لأنه تعبنا ملينا هلكنا يا أختي، بحياة ربك أنتي ما مليتي؟ لكن ما مليت، ولك روحي رح تفقع. أنا أنا آسف، بعتذر. أوه جديدة؟ كلك نظر والله. أيوة عجبتني. شكلها عجبتك فكرة المليونير. هيك شي لتكوني تضايقتي؟ لا والله، والله يا ستي من كل قلبي بتمنى يشتري لك كل شي عم تخبصي. كل شي عم ترسمي. بالمناسبة أنا بعد بكرة مسافرة مشان تجهيزات العرس، أوكي؟ ليلى قيمة. ظلوا أرقصوا على لحن أحزاني وأجمع كل المتناقضات على مسرح الحياة إلى أن ألتقي بنصف الآخر وأرغم الجمهور على التصفيق وأرغم القدر مخرج مسرحيتي أن ينحني إجلالا لموهبتي في رسم نهايتي. هنا أنجو ضجيج عابرين مروا على سنابلي ومزقوا شخائق النعمان في صدري. أوي هنا أرسو وحيدة على شاطئ الفراغ لا صوت يعلو فوق صوتي. هنا أخلد إلى ذاكرتي وأتوسد الماضي وأفترش الفراق. هنا أضيء شمعة حمراء على باب حيرتي
إلى أجل بعيد. شو شعرة وشو حزينة. معقولة هاللوحات يكونوا لقاها؟ ما شاء الله شو هالابداع، ريشة فنان وقلم شاعر وحساسية عالية وحزينة. لا شو ووحيدة مثلي، أنا لازم أحضر معرض هالبنت. شكلها بتشبه بنتي بالصورة يلي كنت بتوقع شوف بنتي فيها بالمستقبل.